البيت، البيت هو كل شيء. البيت هو الوطن. البيت هو السترة. البيت هو الذكريات. هلق البيت بسوريا حلم عند السوريين طبعاً، لأنه كل شاب سوري بدي يعمر هذا البيت، بدي يضحي كتير، بدي يضحي له بشي 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة. يا أخي بيت الواحد، البيت غالي مثل الولد، الولد غالي، البيت غالي. البيت عند كثير من السوريين هو تعب العمر، سنوات من العمل المضني تتراصف حجرا حجرا لتشيد حلما صغيرا اسمه البيت. البيوت ليست مجرد جدران، البيت ذاكرة دافئة تنبض بالحياة، البيت أمان، تاريخ شخصي، البيت انتماء ووطن. البيت بالنسبة للمواطن السوري بشكل عام هو بداية الاستقلال بحياة جديدة، يعني بيعاني كتير لحتى يحصل عليه، حتى صار يعني حلم لأغلب السوريين أنك تستقل في بيت. طبعاً في كتير معاناة كانت للسوريين بموضوع بناء المنزل، يعني في منا عوامل اقتصادية، يعني مثلا على سبيل المثال الغلاء، غلاء المواد. كثير حالات عندنا مثلا شاب بيطالع على الحياة جديد، فبيطلبه مثلا إذا بده يتزوج يكون عنده بيت أو هيك، فبتبلش بعد الزواج خطوة التفكير على البيت أغلب الأحيان عندنا بالمجتمع السوري وليس قبل الزواج. أن البيت نحن بسوريا بنعمره على مراحل مراحل، ويعني الواحد بيضحي كثير فعلا وقت بيقول حققت حلمي، فعلا انه وقت بيكون وعمر البيت تحقق الحلم. يعني نشتغل أنا والمرأة، كان أمي تساعدني بشوي، أبوي يساعدني بشوي، عمي أبو مرتي يساعدني بشوي. يعني تعذبنا كثير، يعني مسافة طويلة. هلق 12 سنة كانوا بكفي، وساعة الكهرب وساعة المي كانوا بكفي تاني. يعني تحملنا مشاق كثير كمان لحتى صرنا كهرب وصرنا مي وصرنا يعني هيك تالي بيت نقعد فيه. والله تعي شوفي تعي، هي لما كنت صغيرة انت. كم شكرا. تذكري هذا مني سوريا؟ أطفالي ولدوا وكبروا في النرويج، ومنذ ولادتهم ونحن نسافر في عطلة الصيف من كل عام لنمضي بضعة أسابيع في بيتنا بدمشق. كنت أرغب بأن يبنوا جسراً مع الوطن وأن يشعروا بسعادة الانتماء إلى نصفهم الآخر سوريا.
احنا على العراق قعدنا 4 سنين ونص، جبنا حق الارض وبنينا، عمرنا بس غرفتين ومنافع، ما كان في امكانيات زياده، كانت كلها حديقه مسمره كلها، كان فيها اشجار، فيها مشموش، فيها جانريك، فيها شيء. بعدين الله يسر الامور، بنينا ردينا بناء ثاني. الإنسان بيبدأ حياته الزوجية من هذا البيت اللي بيبلش خطوته الأولى لتحقيق أحلامه. يعني فيني أقول لك إنه هذا البيت هو البيت الأول اللي بعد زواجي سكنت فيه. طبعاً أنا وزوجتي، يعني هذا البيت كان بيمثل المكان اللي ممكن نشعر فيه بالأمان، اللي ممكن نشعر فيه بالراحة، اللي كنا عم نخطط لمستقبل إنه نبقى بهالبيت ويصير عنا أولاد ونستمر بالحياة. هذا البيت ولدت فيه أول بنت إلنا، البنت اللي فرحنا كتير قدومها على الحياة. بهالموقع كان سريرة اللي كنا نسهر عليها بالليل، وترعرعت بها البيت وعاشت فيه. الشابة السورية نتيجة ضعف الدخل للشباب، فكان عندهم حلم أساسي بحياتهم إنه يأمن بيت، نتيجة الظروف المعيشية اللي كنا نعيشها طبعاً وقلة المردود. فكانوا الشباب أما يلجأوا للعمل لأكثر من شغلة أو يهاجروا برات سوريا، مثلاً للبنان يطلعوا على قبرص، كانوا هيك يطلعوا. فأنا حسب إمكانياتي وطموحي اشتغلت وجمعت أموال وأسست بيت. طبعاً عمرته ومصدت فيه، لأني عمرته بإيدي حجر حجر وبلوكي بلوكي، وأشرفت عليه وكنت أسقيه، أنا أسقي البيتون وأشرفت عليه من الألف إلى الياء. سوريون بنوا منازلهم بطريقة تشبه قلوبهم، باب مفتوح يعبره الأصدقاء، شبابيك ملونة تحرك ستائرها الضحكات، صوت رصاص من الغرباء ولا يعرف الضحك. في ذكريات كثيرة بالبيت، يعني البيت في لك مثلا، يعني انه في لك منطقة بالبيت إلك هاي خاصة فيك، تحط فيها يعني أغراضك الخاصة، إلك فيها قفلك ومفتاحك، شغلات خصوصية. هاي الخصوصية بتروح معك إذا أنت طلعت خارج البيت، مأمن عليها، حاططها هون إلك بهاي هذا الحائط، في إلك صورة، فيها زيارات للأقارب بهالمنطقة، هاي كنتوا تقعدوا جلسات، أكلت قتلي في هذا الممر. يعني في إلك كثير شغلات، أنت يعني هاي الشغلات بجوز هاي ذكريات بتضل موجودة، بس يعني رغم ان ذكريات ممكن في بعض منها ذكريات كطفل انه شوي صعبه عليه، بس ذكريات حلوه كثير كانت وما بتنعاد. يعني هيك ذكريات البيوت رائحه، رائحه غسيل الام ومطبخها، رائحه شجره التوت في فناء الدار، رائحة كعك العيد ودعاءات ما قبل النوم. أنا انبسطت بهشام وقت اللي ينزل،
ينزل هالولاد. قعد عنا بهالبيت والولاد فرحنا فيهم بهالبيت، ويلعبوا ويطلعوا ويفوتوا. أخي البيت ذكرياته حلوة والله، انبسطنا، لمتنا كانت حلوة حلوة. هلأ هو كل إنسان له خصوصيات معينة بحياته وفي منزله وفي مكان معيشته، وما في إنسان ما عنده خصوصية. طبعاً في خصوصيات كتير، أكتر شيء مثلاً أنا أتذكر وقت اللي بنت الصغيرة مثلاً تركض في أرض الديار بالكريدور تبع المنزل، وقت اللي مثلاً يجي من دوامي افتح الباب مثلاً تكون عم تلاقي لي على الباب جايب لأكلات الأطفال المعروفة للأطفال. يعني هلأ هي بتذكرها لهلأ. كل إنسان له حنين لشيء معين، وبالأخص البيت له حنين. يعني بتعرف الشعراء كانوا يغنوا على الأطلال ويألفوا القصائد على الأطلال. يعني حتى لو بيته والإنسان مدمر بلاقي كومي، سبحان الله له خاصية معينة بحياته. وقت اللي عمرت البيت كان عندي ولد اسمه عبد الله، ما كان عندنا غيره. فوقت اللي ارتاحت نفسنا تماما انا والمراه اللي كان بالبيت الشرقي او بالبيت الغربي، فكان كل سنه يجينا ولد. هلق صاروا عندنا 5 اولاد يعني، وكبروا الاولاد بالبيت والمراه جابتهم بالبيت، وكانت ذكرياتهم كلها بالبيت. كلماتهم الأولى اللي نطقوها بابا ماما مثلا، أي كلمات أنا متذكرها لليوم يعني بالبيت. تقول لي أمي: أنا ووالدك عشنا في هذا البيت طوال حياتنا، كنت أظن أنني لن أغادره إلا إلى القبر. لو أن للبيوت لسانا يحكي لما توقفت الحكاية. وحدها جدران بيتنا كانت الشاهد، وحدها تعرف ماذا حدث. بداية 2011 انتهى البيت من البناء، وأصبح الحلم شيء حقيقي وواقع. لكن باندلاع الثورة السورية بداية من درعا صار البيت وصار الحلم شبه مستحيل، لأنه صرنا مهددين من قبل النظام إما بالاحتلال أو بالعبودية الدائمة مثل ما كنا عايشين سابقا، أو بدهم يحولوا لركام للبيت. بلشت الثورة، وقفنا لفترة، بلشنا بالتظاهر، بلشنا بالوقوف مع الثورة بحيث أنه خلال فترة قصيرة نحسم الأمر مثل الدول الثانية مثل تونس ومصر وليبيا. يعني بهاي الفترة غاب النظام عن المناطق اللي نحن فيها، غابت سيطرته. أنا بلشنا بناء مع بناء الوطن وبناء البيت. بدأت الحملات على بلدة كفر عمودي بداية شهر 7. أنا هون فوراً أي خبر أنه الجيش رح يجي على كفر عمودي كنت أركب بالسيارة، فكنت أطلع ساعة ساعتين ثلاثة تكون إجت الحملة. بيتي كان في كل حملة كان ينخلع الباب ويدخله النظام ويصير في تخريب وسرقة. أرجع للبيت أقول الحمد لله أني ما كنت بالبيت وقت إجا النظام. أكيد ما أزعل على التخريب اللي صار، لأنه بالأخير أنا الحمد لله أنه أمنت حالي وحياتي وحياة أسرتي وأولادي. تأثرنا أكثر شيء وقت العالم تركت بيوتها وراحت الجايين الدور.
الجايين الدور بدي اترك. بس وين بدنا نروح يا الله؟ وين بدنا نروح؟ واعتقالات صارت كثيرة هالنسوان عم ياخذوا، اللي بيطلع طريقنا عم ياخذوا. طلعت من الأدم وخايفة أنا وبنتي، ما في غيرنا بالبيت، وأخذونا ما حدا بيقول وين رحتوا، ما بيسترجي واحد يقول لهم ليش أخذينه. طبعا دورية كبيرة بالحارة. وين قعدوا؟ قعدوا بالدكانة جنب بيتي. رحت لعند المخيم لعند بنتي، نفس الشيء، مخيم اليرموك دب مثل حكاية بيتي. رجعنا على البيت، بس شو ننام بالعبي والإشارات فوق راسنا، أي ساعة يخبط الباب بدك تفتح، إجباري إجباري يعني مو بكيفك، وما فتحتي برجليهم. تعال طبعا انا كنت من اللي شاركوا فيها من بدايتها من 15/3/2011. طبعا نتيجه حراكنا الزائد ببدايه الثوره، فنعتبر من الاشخاص اللي مثل ما بيقولوا صار عليهم نقاط حمراء يعني بالنسبه للنظام، انه هودي يعني صفوا مستهدفين. فلما اقتحموها لمدينه ادلب من اتجاه الغربي، انه دخلوا بالحاره قالوا لهم وين بيت هذا الارهابي محمد العبدو، مباشره طلعوا على البيت. طبعا خلعوا الابواب، تعرفوا كالعاده يعني خلعوا الابواب، فاتوا فتشوا ما لقوا شيء نهائيا. هذا بيت لعمي تقريبا توفى من حوالي الشهر، كان دائما يحكي لي انه بتمنى شوف بيتي قبل ما اموت. سبحان الله ما تحقق هالشيء وتوفى قبل ما يرجع لبيته. هذا البيت انا كثير في لي ذكريات فيه، هو بيت عمي اهل زوجتي اللي لجأنا لعندهم فتره تقريبا 6 أو 7 أشهر. فيها شيء من الخوف لأنه كمان بنفس الوقت بيت عمي كمان كان مطل على بعض الحواجز، كان دائما يصير استهداف للبلدي، وكان دائما يصير في قنص، فكان دائما وقت يصير في إطلاق نار كنا ننزل للطابق السفلي مثل ما أنك شايف هون. هاي الغرفة كنا نحن قاعدين فيها عائلتنا. صفت راحت لياسميني، كل الدنيا احترقت، المشمش احترقت، كل شيء سجر بالبيت احترق. فتنا على البيت ما في شيء بالبيت، كله محروق، حتى السقف الحدايد تبع السقف مبيني. شوفي الله لا يدوق على حدا بجاه النبي، شوفي ما في أصعب منا. واحد شوف بيته محروق، شو عامل لحد حرقوا لي البيت؟ Thank you.
دخلت على البيت. أنا عندي علم إنه البيت محروق وشيء صار معلم. ففتت في الدار، يعني رجعت لورا بذكريات، يعني سبحان الله فكرت حالي كأني اليوم بارد في بيتي. ولكن صدمت بالواقع اللي شفته قدامي، صدمت. فطبعاً أحرق المنزل وراح الحلم وضاع. كنا بالمنطقة الغربية باللطامني واقفين عند القبان، فقالوا المراصد أنه المروحة نفذ برميلين بالحارة الشرقية شرقي المدرسة الإعدادية. والله ما أخذت ولا عطيت، بس شو شرق المدرسة؟ يعني شرق المدرسة ما في غير داري ودار أخواتي ودار أهلي ودار عمامي يعني. فركبت المتور وإجيت، كانت الناس مجموعة على، رغم أنه العالم ناسحة يعني، بس ولكن في يعني بيلتقى مثلاً 20 شاب أو 15 شاب، يعني مجموعة على البيت، على ركام البيت، على دمار البيت. كانت النظرة الأخيرة للبيت قبل بنص ساعة، فدمر البيت بشكل كامل بشكل عام، ما ضل فيه ولا حيط واقف، ما ضل فيه ولا لبني ولا بلوكي. والله انكسر قلبي يا أخوي، انكسر قلبي كتير بعد مسافات سنين. يعني بالبدايات نحن كنا ساكنين بالبيت، صار في قصف شديد عنا بالمنطقة، اضطرينا للنزوح خارج المدينة، أنه يعني لأنه صار عنا حادثتين بالبيت، حادث استشهاد الوالد بالبراميل بالضيعة، والحادث الثاني كمان عندي أخ مهندس كان بجامعة حلب كمان استشهد نتيجة الغارة على جامعة حلب. فنحن يعني العيلة صارت ملكوعة، ما بدها تخسر أكثر، فاضطرينا نبعد على منطقة أكثر أمناً، منطقة يعني بحيث نحافظ فيها على ما تبقى من العائلة. منذ 3 سنوات أمي تعيش كلاجئة في مدينة ألمانية اسمها وورنز، مدينة جميلة على ضفاف نهر الراين. وفي كل مرة آتي قادماً من النرويج لزيارة أمي، أحاول أن أخبرها بأن هذه المدينة كانت مدمرة في الحرب العالمية الثانية. ردت تعمرت، ما تعمرت، تعمرت. اللي مات ما بيتعوض هشام، المال كل شيء، اللي مات المال بيتعوض، كل شيء بيتعوض إلا بني آدم. بني آدم خسارة، ما بنوها كلها وسووا ورجعت هالعالم، اللي مات راح.
أنا ما انزعجت على شيء نهائيا، ولا انزعجت على البيت، ولا اهتزت فيني شعرة. انقهرت على المكتب اللي أنا ظليت عمره بحدود 23-25 سنة، كنت ممتلك فيه أنواع من الكتب النادرة جدا جدا. بداية 2013 كانت نقطة تحول بالنسبة للبلدي، انتقال من بلد تحت سيطرة النظام لبلد تحت سيطرة كتائب الجيش الحر، ولكن خروجهم من البلدي بدأ بعهد جديد للبلدي وعهد التدمير الكامل. اعتبر النظام بلدة كفر مبودة أرض محروقة، وبدأ باستخدام جميع أنواع الأسلحة ضده، فكان التدمير لأكثر من 65% من بنية تحتية للبلد، أكثر من 65% للأبنية الموجودة، مدارس استهدفت، مستوصفات استهدفت، بيوت استهدفت، ما كان في تمييز بين أي مكان. بيضرب البراميل معظمها على الشعب يا أخوي، وبالنسبة للبراميل تبع المروحيات أو الصواريخ من الميج أو من السيخوي أو من الروسي، ثق تماماً أنه لهلق ولا اليوم ضربوا هدف كلياته على الشعب، كلياته على الأراضي الزراعية، كلياته على البيوت، كل يعني ما في هدف محقق أنه يضربوا. ما عندنا أهداف محققة، يعني شو بدي يكون؟ لا، بس إنما بيضربوا عشوائي مشان يقتلوا أكبر عدد ممكن من الناس. فهو لاحق مثل راح بكي الصغير من شان فرج الكبير، يعني من شان خوف الكبير. والله يا داري يا داري البنوا لو طال بعدي وبعدي على العهد يا دار بعدي، يا داري البنوا لو طال بعدي وبعدي على العهد يا دار بعدي، أماني لا تفتحي الأبواب، أماني لا تفتحي الأبواب يا دار بعدي، أماني طول ما نحن غياب. والله الليالي تعود للماضي وأنا بعيد، الليالي تعيد للماضي وأنا بعيد، وما بنسى درب ثورتنا وأنا بعيد. يا يما الناس بعيد وبفرحة وأنا بعيد، البطولة وعهد لابد العراب. اجا الطيران الروسي صار يضرب بجميع انواع الاسلحه، كان نابلام او فوسفوري او عنقودي او ارتجاجي او فراغي، بس ولكن الطيران السوري وقت اللي بيرتاح او بيهدى الطيران الروسي بيكون له مرحله خاصه، فبيضرب فيها قنابل محمله بمظلات، يعني هاي شديده الانفجار، يعني كل قنبلة محمولة بمظلة يعني محتمل تدمر 7 بيوت أو 8 بيوت أو 10 بيوت يعني، وإذا محتمل يكون فيها كتير بشر يعني بالعشرة بالخمستاش إنسان محتمل أنه تشقفه نهائيا يعني. الله أكبر، مظلات 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 على مدينة اللطامنة، مظلات مظلات على الله. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بالمظلات، الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بالمظلات، الله أكبر، الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بصواريخ تحويه المظلات.
الزمن هنا ليس مصنوعا من الدقائق والأيام، الزمن هنا مصنوع من طائرات مغيرة، من دبابات ومدفعية تقصف. الزمن من رصاص وقذائف وبراميل متفجرة. سبع سنوات مرت، تهدم فيها أكثر من 3 ملايين منزل وملايين الأحلام. تقريباً أكثر من 35,000 نسمي كانوا ساكنين بهي البلدة، كلهم بلشوا يتهجروا وبلشوا يبعدوا عن المكان اللي كانوا يشعروا فيه بالأمان والطمأنينة. حتى هدول السكان، سكان كورناز وكفر زيتا واللطامنة وهدول البلدات، كانوا جالسين في كفرنبودة لأنها قريبة من بيوتهم، ما بدهم يبعدوا أكثر، ما بدهم يروحوا على المخيمات، وإنما بدهم يجلسوا بالمكان اللي بيحسوا أنه فعلاً قريب من بيتهم وبماضيهم وذكرياتهم. بداية الثورة ب3 سنوات، نحن حملنا حالنا طبعاً وطلعنا بآخر مرحلة بالانسحاب الأخير من 3 سنوات. نحن خفنا من الاجتياح اللي كان مهدد فيه الجيش. طبعاً الجيش إذا كان هدد بالاجتياح فبدي يقتل المرأة وبدي يقتل الطفل وبدي يقتل الكبير بالعمر. فحملنا حالنا ورحنا على مخيمات بالشمال السوري وقعدنا. إذا كان البيت هو الانتماء للوطن، ماذا نفعل الآن بعد أن فقدنا بيوتنا؟ بعد أن تدمر انتماء الإنسان، تاريخه الشخصي، ذاكرته المكانية، بعد أن أخذ منه كل شيء. تهجرنا وحملنا انواع الهموم، وتركنا ديارنا واحلى ليالينا، وتركنا بيوتنا البيهار وبين اصغار، ومشينا الديرة ما واحد سأل بينا. هذا المشوار ذكرني بأيام الضيعة قدام ما ننزح وقدام ما يقصفنا الطيران الروسي والحربي. كنا ننتظر هاي اللحظة بفارغ الصبر، وخاصة نهار الجمعة، يعني كانت العالم تفرغ نهار الجمعة معظم الأحيان منشان تطلع هيك شمت هوا على الأراضي، تطلع تشم هوا، تعمل كزادير، نتلاقى نحن بيت عمي، نتلاقى مع بيت خالي، نتلاقى مع الناس اللي منعرفها كلياتها. كله تشرد، كله نزاح، كله يعني صار تحت الخطي عم يستنى مثلا تجي منظمة من المنظمات تعطيه كرتونة غذائية أو ما شابه يعني.
تحب الترحال، يعني أنت شايل معك أغراضك الأولية يعني المنامي والطبخ والكذا، ولكن بتضل بتحس بهالعبء إنه بدي رحل كل يوم مضطرب كل يوم كذا. فآخر الشيء ارتقينا إنه ناخذنا قطعة أرض نعمر فيها بيت على قد حالنا، فبدك تحس ببعض الاستقرار حتى ولو كنت خارج، يعني البيت آخر شيء بضل اسمه ملكك. وهون أنت بترجع لشغلة جديدة إنه هذا البيت صار فيه إلك أنت كمان الذكريات الجديدة اللي إجتك. أنت هاي المراحل اللي مر فيها والدك هلق أنت عم تمر فيها، لما جيت وعمرت بيتك صار فيه إلك كمان ذكريات مع بيتك الجديد هلقين. فأنت ماي صحيح ضعيف ولكن اسمه بيت، يعني بتحس فيه يعني حتى لو المرحلة حاليا شوي مضطربة ولكن بتحس ببعض الاستقرار أنت لأنه صار بيتك وما حدا لاحقك عليه. أهلي طبعاً مثلي كمان نزحوا وتركوا بيوتهم بعد ما تدمرت وتم تهديمها. عندي 8 أخوي، كل أخ صار بمكان. شلونك يا أمو؟ الله يوفقك الله يفنعليك. شلونك؟ الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. الصبح ما أحسن تمر لعندك لأنه رحنا على الضيعة. الله يسر لك. الله يسلمك يا أمو. بعد شوي إن شاء الله مسافر وخا. الله إلهي. الله يحميكم. إلهي الله يحميك ويحفظك. الله يسلمك يا أمو. إن شاء الله هيك رجع قريب إن شاء الله على بيتنا إن شاء الله. الله بينصر. دائما كنت ألجأ لهاي المزرعة اللي فيها والدتي اللي فيها أخي الكبير، وكثير من أخوتي بترددوا لهذا المكان لاسترجاع الذكريات اللي كل واحد منهم صار بمكان، منهم بتركيا، منهم بالمخيمات، منهم بجسر الشغور، منهم بمناطق تانية. فكنت كتير تردد لهذا المكان يعني نسترجع ذكرياتنا بالجمعة حول الوالدي الله يديمها. والله أنا حاليا يعني أغلب تواجدي هوني لأني أنا بيتي في إدلب مدمر، بقعد عند الوالدي بشكل عام وبتنقل مكان لمكان، فيك تقول ما في إلي سكن ثابت ولكن أغلب تواجدي عند الوالدي. بشار امبارح حكى معاي قال عم يقول لك انه كل ما اجى لهوني اجى من المستشفى الميداني بيعدي عليك بيزورك وبشوفك تقريبا كل اسبوع ان شاء الله بيعدي عليك. بعد ما كبرت تفرقوا كل واحد صار في ديري، هذا اللي حد حوالي. أمي عمرها 70 عاما منذ 5 سنوات وهي مهجرة من بيتها الكبير، 5 سنوات ولم تتوقف يوما عن الحديث عن بيتنا المدمر في سوريا. أنا وقت رحت على المستشفى ليش رحت على يعني نهارا إجا ببالي الحارة وبيتي، تعبت شوي صار معي ضيقة نفس لقلك يعني بالصراحة. قالت للطبيبة إن القلب بالنسبة للجسد مثل البيت بالنسبة للإنسان، إذا تعطل القلب مات الجسد. الطبيبة تعرف أن قلب أمي مريض لكنها لا تعرف أن قلبها معلق ببيتها في دمشق. والله البيت ما بيروح من بالي، بيقولوا لي أولادي أمي انسي انسي، بقولها البيوت كلها راحت بس والله بيتي على تعب أبوهون على تعب تعبنا بالبيت وشاء عمرنا يا أخي والله العظيم تعبنا فيه يعني تعبنا. أنا بقول يا ريت روح وأقعد على الترام ما بدي شيء نرجع ما بعرف. هل سكردو ورتوسي سيريا؟
يا ماذا تفعل؟ يا بس شيل بالن ماذا تفعل؟ فرتل ما قلت أم لن شيل بالن. سبع سنوات مرت وأولادي بدأوا ينسون لغتهم العربية. سبع سنوات مرت وذكرياتهم بدأت تتلاشى. فها هو ابني لم يعد يذكر شيئا عن البيت سوى سلحفاته الصغيرة التي كان يلعب معها في حديقة منزلنا. بيتنا الذي لم ينجو منه شيء سوى ألبوم صور وبضع مقاطع فيديو كانت موجودة صدفة في هاتف محمول قديم، صور لذكريات لن تعود، صور لمنزل ابتلعته الحرب، وصور لوطن ينتظر عودتنا. هذا الوحيد اللي تم من هالبيت، لو ما طلعوا هشام احترق بالبيت. هي شلون ابوكم بيتنا بيتنا بالشام حامل عمار على كفه. هي بيك كمان، هي ابوكم وين كنا هون احنا. ودي خذيني يا سفينة، يا ريتني معي، خديني على الشام، خديني على سوريا، خديني لأشوف الوضع. هلأ الصبح لبنتي قلت لها لو الله بس يطالعنا مشوار بس نشوف الشام، نشوف بيتنا ونشوف أهلياتنا. حصرت يا ريم ما عاد صفى حدا، كله مات من جيراني. الغربة صعبة، الوطن الواحد وطنه وبيته، والشام الشام أم الدنيا الشام، والبيت ما بتعوضني، الغربة ما بتعوضني. كل ما بقول يا ريت تكون حوالي هالبيت، يا ريت تكون حوالي هالبيت، حوالي هالحارة، حوالي هالبيت. كنت بالقول لهالوطن ابني وحجر فوق حجر بالدم يا غالي ابني. كنت بالقول لهالوطن ابني وحجر فوق حجر بالدم يا غالي ابني. أنا الما قدمت له الوطن، أنا الما قدمت له الوطن ابني، ما يكفي الوطن أشعار وخطاب.